حقد لما بيملي القلب بيقلب لانتقام بشع وعنيف، ولما الإنسان بيتعرض للأذى بتقيد فيه نار الشر زي بطلتنا مون كده اللي رجعت تولع في كل اللي أذوها بأبشع طرق الانتقام وبقلب بارد وقاسي. لكن هل النار هتفضل مستمرة ولا هتتحول أحداثنا لرماد؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه. بس قبل ما نعرفه ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا ننتقم. حلقة مسلسلنا المرة دي بدأت بفضيحة يونجين وصاحبتها سارة، واللي سكان كوريا كلها وصلت لهم أفعالهم البشعة وبقوا بيشتموهم في التعليقات بكل المواقع، والشرطة بدأت تدور عليهم عشان تمسكهم. فبنشوف بقى سارة وهي بتحاول تلم هدومها عشان تهرب، لكن الشرطة بتيجي وبتقبض عليها. وهي في مركز الشرطة بتكون قاعدة بشكل وقح جدا وبتشتم الضابط والمحاميين وبتقول لهم ان هي مظلومة، وفي نفس الوقت بتكون يوجين نايمة في بيت الكاهنة القديم بطريقة مثيرة للشفقة، وجوزها بيروح وبياخدها من هناك بعربيته وبيقول لها انه عمل كده عشان خايف على سمعة شركته والاسهم بتاعته مش اكتر. نفس الوقت في مكان تاني مليان هدوء كانت مون قاعدة مع الدكتور جيون، وهو بيطهر لها جرحها وبيقول لها انه كان قلقان عليها جدا وان هي ازاي تسيب الجرح بدون تعقيم كده. بس مون بتبتسم وبتقول له لان هي كانت مكسوفة عشان سبب الجرح كان امها، وبيضحك جيون وبيقول لها خلينا ننسى ونتكلم برومانسية احسن. وبعدها يوجين بتروح مع جوزها للشركة، والمدير بيسألها هي المذيعة المشهورة المتنمرة اللي في الأخبار دي انتي ولا لأ؟ بس يوجين بتضحك بكل قوة وغرور وبتقوله طالما مفيش إثبات إن دي أنا يبقى ما تقولش دي انتي، وبترمي الورقة في وشهم. وبيكون كل اللي بيحصل ده قدام عين جوزها دو يونغ اللي بيكون واقف مستغرب من جبروت مراته وإصرارها إن هي بريئة. بنشوف هيون وهي قاعدة مع جاي في بيته وبتسمعه التسجيل اللي لقيته في آيباد سون، وبتقوله إن سون شكله كان بيهدد يوجين، بس جاي بيسكتها عشان عايز يسمع الباقي. وفجأة بيعرف إن التسجيل كان من محل البدل بتاعه وبتضايق جدا، بس بعدها بيقرب من هيون وبيسألها لو تقدر تربي طفلة صغيرة، وبتستغرب هيون من كلامه وبيعترف لها إن سول تبقى بنته مش بنت دو يونغ. وبعدها بتبتسم وبتعرف إنه جاي بيعرض عليها الجواز بطريقة خبيثة جدا، وبتدخل معاه في علاقة عشان تنتقم من جيون. بعدها بنروح لمون واقفة بتستنى خروج البنت اللي بتشتغل عند جاي، وفجأة بنعرف إن البنت دي اسمها ران، وهي كمان كانت ضحية للتنمر من يوجين ومجموعتها الخبيثة، وإن مون أنقذتها من التنمر. وبعدها بتسألها وبتقولها هي بتعمل إيه هنا، ومون بترد عليها وبتقولها إن هي جاية بخصوص الطالبة صاحبتهم اللي ماتت زمان، وإن هي عايزاها تشهد باللي شافته يوم الجريمة. لكن البنت بتتعصب وبتقولها ما تدخلنيش في الحوارات دي. وبعدها بنشوف دو يونغ قاعد لوحده، وفجأة بيقابله الدكتور جيون وبيقعدوا يلعبوا مع بعض لعبة الغون، وبيلاحظ دو يونغ إن طريقة لعب جيون مألوفة لي. وبعدها جيون بيعترف له إن هو اللي علم مون طريقة اللعبة، ودو يونغ بيقول له إنه لو بيحب مون المفروض إن هو يوقفها عن الانتقام ده. لكن جيون بيصدمه بالرد بتاعه وبيقول له إن هو هيفضل يساعدها في الانتقام ده للأبد عشان تاخد حقها وتعيش بسلام. بعدها بنشوف الخبيث جوز المساعدة كيم رايح لبيت أم يوجين عشان يخليها تخاف منه أكتر وياخد منها فلوس، وبعد كده يبعت لها رسالة إنه اتبسط لما شافها وإنه عارف إن يوجين قتلت شخصين، وكلامه بيرعب أم يوجين جداً. ويوجين بتفتكر تهديد مون ليها وبتروح للمكان اللي قتلت فيه سون وبتحاول تلاقي دليل على جريمتها عشان تمسحه، لكن فجأة بتدخل عليها المساعدة ران وبتسألها هي بتعمل ايه هنا، وبعدين بتقولها ان جاي اخد شريط المراقبة عشان يشوفه. ويوجين بتهدد ران وبتقولها ما تقوليش لجاي اني غيرت الشريط بتاع الكاميرات بتاعة المراقبة.
بنروح بعد كده للمساعدة كيم وهي في بيت الكاهنة وعاملة نفسها إن هي جاية لها عشان تتنبأ لها بمستقبلها، وهي خارجة بتخبط في أم يوجين وبتوقع الورق بتاعها على الأرض، وبتلاحظ كيم إن صورة جوزها موجودة مع ورق أم يوجين وإن هي رايحة للكاهنة عشان تعرف تفاصيل حياته، وبتدخل أم يوجين للكاهنة وبتقول لها عايزاكي تتنبئي لي بمستقبل الشخص ده وأعرف حياته طويلة ولا قصيرة، بس الكاهنة بتطردها وبتحاول أم يوجين إن هي ترشيها بمليون دولار مقابل التنبؤات بتاعتها. وفي نفس الوقت بقى في مكان تاني كانت هيون قاعدة في بيت جاي، وفجأة بتدخل عليها يوجين وهي بتبتسم ابتسامة ساخرة باردة، وهيون بتقولها إن هي وجاي عملوا علاقة مع بعض وبقوا بيتوعدوا، بس بتضحك يوجين عليها وبتقولها القميص اللي انت لابساه ده أنا اللي جايباه لجاي أصلاً، فبتقلع هيون القميص وبترميه في وشها وبتبتسم يوجين ليها بسخرية وبتسيبها وبتمشي. وفي اليوم التاني بقى هيون بتروح لسارة الحجز وبتحاول توقع بينها وبين يوجين، وبتقول لها انه مش ممكن تكون يوجين هي اللي عملت لها الفضيحة دي عشان تغطي على جرائمها، وبيبدأ بقى الشك والحقد يدخل لقلب سارة. وبنشوف الدكتور جيون في السجن بيزور صاحبه، وفجأة بيقابل الشخص اللي قتل أبوه وبيحاول يمسك نفسه عشان ما يقتلوش، فبيقرب قاتل أبوه منه وبيقوله إنه زعلان عشان ما لقاش أي رد على الرسائل اللي بعتها لجيون، وهنا جيون بيقف وبيسأله ليه قتل أبوه؟ إزاي يقتل الشخص اللي حاول ينقذه؟ لكن القاتل بيبتسم بسخرية وبيسيبه، ولكن قبل ما بيمشي جيون بيقوله إن هو هيرجع يقابله تاني ويخليه يشوف الجحيم الحقيقي، وبيمشي وبيسيبه مصدوم. بعدها بيرجع جيون البيت وبيتفاجئ إن مون مجهزة له الأكل وبيبدأ يأكل منه، لكن فجأة مون بتسأله لو كانوا تقابلوا في ظروف تانية هل في حاجة هتتغير بينهم؟ فبيبتسم جيون وبيقولها حتى لو الظروف اتغيرت حبه ليها مش هيتغير، وبيحضنها بكل حب. وفي اليوم التاني بتروح مون لأمها عشان تطردها من بيتها، لكن أمها بترفض وبتفضل تشتمها وبتقولها يا ريتني أجهضتك وما جبتكيش للحياة، وبعدين بتقوم عشان تطعنها بالمقص، لكن فجأة نار الأكل بتعلى ومون بتخاف وبتقع على الأرض، وبتفضل تقول لأمها إن هي عمرها ما هتسامحها عشان هي شاركت بكل المصايب والمعاناة اللي حصلت لها دي، لكن أمها بتلاحظ خوف مون من النار وبتفضل تضحك بشكل هستيري وبتقلب النار في الشقة كلها وبتولع فيها، ومون بتدخل في حالة هلع وخوف وبتتوسل لأمها تنقذها، لكن أمها كانت قاسية جدا ومش راضية تساعدها، وبتفضل مون تضحك وهي بتعيط، وبنكتشف إن مون كانت بتصور أفعال أمها كلها بكاميرتها السرية. وفي نفس الوقت في مكان تاني كانت الدنيا مقلوبة والناس ملمومة عند الزبالة، ولما بتوصل الشرطة المكان بيلاقوا جثة سون مرمية في الزبالة، وكانت أم الطالبة اللي ماتت واقفة بتتفرج على الجثة بكل قرف. وبنشوف الدكتور جيون وهو رايح لبيت مون اللي أمها حرقته، وهناك بيلاقي الكاميرا السرية وبيقدر يشوف الفيديو اللي أمها تهجمت عليها فيه وحرقت الشقة. وفي نفس اللحظة كانت مون عند دكتور أمراض نفسية وبتوريه فيديو أمها عشان تقول للدكتور إن أمها بقت مجنونة ولازم تتحجز في مصحة تتعالج، ولما بيخرجوا من عند الدكتور بيجي الممرضين وبياخدوا أم مون المجنونة عشان يحبسوها في المصحة. وفي مكان تاني في مركز الشرطة بتكون سارة خارجة والصحافة كلهم عايزين يتكلموا معاها، وأول ما بتركب عربيتها بتسأل أمها عن تليفونها وإنه عليه ذكرى غالية لازم تلاقيها، وهنا بترجع سارة بالذاكرة وبتفتكر لحظة ما قابلوا الطالبة اللي ماتت في الشارع وتنمروا عليها وعايزينها تقلع هدومها في الشارع عشان ما تبقاش لابسة زي لبس يوجين، وسارة طبعا كانت بتصور اللحظة دي. وفي نفس اليوم كان دو يونج قاعد بيقرأ أحداث الجرائم اللي عملتها مراته، وبيكون مصدوم جدا من اللي بيقراه وعرف انه متجوز وحش بشري مش انسان عادية. وبعدها دو يونج بيروح يقابل مون عشان يتناقش معاها باللي شافه ده، وانه عايز يساعد ام الطالبة اللي ماتت، وبيسألها سؤال عميق جدا وبيقول لها لما هتخلص انتقامها هل هتحس بالسعادة؟ لكن مون بتبتسم وبتقوله ان هي بتتمنى ده. وفي اليوم التاني بتروح يوجين لمكتب جي عشان تسأله عن خبر جثة سون، وبيقولها إن الشرطة لقت جثته في نفس المكان المهجور اللي ماتت فيه الطالبة اللي اتنمروا عليها زمان،
وكلامه بيخلي يوجين مصدومة جدا، وبتفتكر الجريمة البشعة اللي عملتها لما ضربت الطالبة وطلبت منها تقلع هدومها، لكن الطالبة بترفض وده بيخلي يوجين تتعصب، فبتطلع ولعتها وبتحرق هدوم الطالبة وبترميها من على السطح. وبعدها يوجين بتقول لجاي انه لازم ينقذها بما انه عارف كل حاجة عن الجريمة دي، وبيحضنوا بعض، لكن جوه كل واحد فيهم حقد وشر يملى العالم. وفي مكان تاني مليان لطافة وحب بنشوف الدكتور جيون بيجري وبتيجي مونا عشان تاخده بعربيتها، لكن جيون بيحاول يهزر معاها وبيقولها ما ينفعش يركب عربيتها لأنه بيحب بنت تانية، فبتقوله مون إنه لو مركبش معاها هتسيبه وتمشي، بس هو استمر في هزاره وما صدقهاش فسابته ومشيت فعلا. لكن بعد كده بنشوفها واقفة مستنية في الشارع وهو بيجري عليها وبيحضنها عشان وحشته. في مكان تاني بقى كان شرار الغيرة والحقد مالي المكان لما دو يونج راح لجي عشي يوجين في مكتبه، وبيبدأ جي يستفزه وبيقوله إن المكان ده مكان مميز جدا عشان هو ويوجين مرسوا فيه علاقات كتير. وبعدها جي بيبدأ يقوله إن يوجين كانت آخر واحدة قبل تسون، وإن هي ممكن تكون هي اللي قتلته، وبعدها بيقوله إنه لازم يطلقها ويتنازل عن حضانة سول، وده خلى دو يونج يتعصب ويقوله أنت إزاي تستعمل سول كتهديد ليا، وبيسيبه وبيمشي وهو متضايق جداً. بعدها بنشوف أم يوجين اللي بتتصل على جوز المساعدة كيم وبتخليه قابلها عشان تديه مليون دولار، وأول ما بيوصل المكان أم يوجين الخبيثة بتخبطه بعربيتها وبتموته، وبكده نعرف إن يوجين ورثت الشر والخباثة من أمها. وفي المشرحة كانت يوجين بتدور على ميدالية شنطتها في الضلمة، وفجأة في صوت خطوات بتدخل عليها والنور بيتفتح، وبيكون الدكتور جيون هو اللي جه المشرحة وبيقولها إن هو صاحب المشرحة دي، وإن هي كده تعتبر دخلت أملاكه بدون إذن. لكن يوجين بتتوتر وبتسيبه وبتمشي عشان تركب عربيتها، لكن جيون بيقفل البوابة وبيحبسها عشان ما تهربش منه، وبيضحك عليها بسخرية وبيقولها هديك اللي انت جاية تدوري عليه، وفعلا بيحط ميدالية الشنطة في ايديها وبيقول لها هو عنده دلائل كتيرة جدا غير ده وانه مش محتاجه، وبتتصدم من كلامه اكتر وبيمشي وبيسيبها. بعد كده وفي مشرحة تانية بنشوف المساعدة كيم وهي منهارة بعد ما شافت جثة جوزها اللي خبطته ام جيون بعربيتها، وبعد ما بتخرج من المشرحة بتقعد على الأرض وبتكون مبسوطة إن جوزها القاسي مات بالطريقة البشعة دي. وفي نفس اللحظة كانت يوجين عند الكاهنة اللي بتقول لها إن نهايتها هتكون بشعة وقربت جدا، فبتخاف يوجين من كلامها، ولما بتلف وشها بتشوف مون واقفة وراها وبتراقبها. وفي مكان تاني بقى بنشوف إن الشرطة لقت الولاعة بتاعة جيون اللي استخدمتها في الجريمة، وهنا فعلا بنعرف إن نهاية يوجين قربت. فاستنونا في الحلقة الأخيرة بكرة عشان نعرف نهاية الانتقام ده. كانت معاكم سيا، إعداد وسكريبت ومونتاج بيا وفيا وإلينور من هيكس موفيز. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وتكتبوا لنا في الكومنتات عايزين أفلام إيه نلخصها لكم.